سيدنا طيب عم اطلع تفاصيل عن الموضوع. هو اللي تصدى للفكر الصهيوني والمشروع الصهيوني بالمنطقه، هو اللي كشفه، هو اللي كشف الفكر الصهيوني اللي كان معد لفلسطين وللبنان وللعالم كله، وفضحه وراح للاخير بالمواجهه له. فعلا بنقدر جهوده ونشكره، فعلا كان رائع، وهو الواضع فلسفه الحياه المشتركه اللبنانيه، لانه قبل لبنان كان ما كان في حياه مشتركه، ما كان في عيش مشترك، ولا كان في تعايش. هو من حط، هو من امن انه ممكن يصير في حياه مشتركه بقلب لبنان بين الطوائف، بين الطوائف جميعا. هو كمان اتخذ، هو اول من اتخذ الفلسفه الليبراليه وحط افق تيرسم ملامح المجتمع الحضاري والمتحضر والمعاصر. وهو بهذه الفترة يلي تحدى الايديولوجيات يلي كانت رائدة مثل الماركسية والاشتراكية والقومية. كان اكيد انه هو واصل فيهم للاخير، رح يوصل للبنان، رح يوصل للهدف، رح يوصل للحلم، ورح يوصل ليحقق الحقيقة اللي هي لبنان، ونجح فيها. الفترة اللي كان عايش فيها مشان شيحة، كان في جيل كامل من الشباب مثل حضرتكم، المناضلين المفكرين اللي عم نشوف شو لازم نعمل لمجتمعنا ولأمتنا. كان مشان شيحة الرجل الأكثر تأثيرا على جيل كامل من الاستقلاليين والجيل من الشباب المناضلين، أمثال الشيخ بشير، أمثال الشيخ بشار الخوري رئيس الجمهورية، يلي بدوره منعه من انه يجدد ولايته لما كان عم يحكى انه يجدد ولايته لرئيس الجمهوريه. عنده في كتابين اسمهم الخواطر الجزء الاول والخواطر الجزء الثاني. الكتابين هي مجموعه من المقالات يلي كانت نتيجه فكر ميشيل شيحه يلي بمجال الاقتصاد والسياسه والاجتماعية كتبها كل يوم بيومه بصحيفته وبالمجالات المختلفة تقريبا بين العامين 1943 وسنة 1948. من خلال هالكتب اخترت يعني بعض الرموز، بعض الملخصات، طبعا بدون ساعات طويلة جدا مسابيع عن المحاضرات والكلام عن كتب الشاشة، ولكن بكتفي هيك بشيء نموذجي. يعني كان بغض النظر عن السياسة والوطنية والرجولية والاستقلال والوطن وصنع تاريخ وصنع الأمم، كان حتى فنان، كان حتى حساس، كان حتى عنده ميال إلى الفكر والفن والحياة والطبيعة وإلى آخره. فاكتشفت مقال كاتب فيه عن الموسيقى، رح أقريكم إياه إذا تسمحوا. كيف لا نتكلم عن الموسيقى حين تغمر رؤوسنا الأحلام والأنغام، الألحان والأنغام؟ إن قدرة الموسيقى لسر من الأسرار. أين ينابيعها؟ وأين أنهارها؟ في أي لا نهاية ملائكية؟ اليوم ومن مدينة مدمرة تحاول الموسيقى أن ترفع بعصوبة أشد وتعمل في الوقت عينه على إثارة مشاعر الأمم وعلى تسخين الألم. فلعل الإنسان يسعى بنشيد الفرنجات أن يستر صخب دمار الأبنية والأسوار، والصخب الذي ينظر بانهيار الإمبراطوريات في عالم يحترق نفسه، وينبغي أن تنشر الموسيقى الرائعة انتشار الشمس. طبعا ما كانت في كتابات ميشيل شيحة اوكي وقت محدود بالنسبة للبعض. معظم كتابات ميشيل شيحة كانت تتصدى للقضايا الكبيرة. القضايا الكبيرة كانت تحديدا تعني الإنسان بكل عصر وبكل زمان، من أول تاريخ لآخره، مسائل أساسية. من أبرز القضايا اللي أتكلم عنها الحرية، العدالة، السمو الروحي، المساواة الحقيقية، خلود النفس، تكلم عن مفهوم العمل وأهميته، عن عظمة التضحية بعصر ما حدا قادر يضحي بسبيل حدا، الاخلاص للوطن، حتميه نهايه الشيوعيه،
ضرورة الوحدة الأوروبية حرصاً على التراث الغربي ومنعاً للحروب والعودة للطبيعة الحضارة الصحيحة. وبالحياة اليومية كمان بشدد على الفن وعلى الجمال وعلى الشعر وعلى الموسيقى. عن الشعر كمان بكتب الخواطر حكي عن الشعر وآية بموجز. الشعر قبل أي شيء آخر، والشعر ضرورة في هذا الوقت. ما عسى أن تكون حالنا بدون الشعر الذي هو صلاة، الذي هو موسيقى، الذي هو جمال، الذي هو حب، الذي هو عقل، والذي هو نور. حتى في بعدين بالإيميل أو النسخات رح تنصحكم تقدروا تطلعوا أكثر مشان هذا الوقت. مثل ما بتلاحظوا من خلال كلمات مشان شيحة وأفكاره كان عنده أسلوب يميزه عن غيره، أسلوب من البلاغة، أسلوب من الرشاقة، أسلوب من العمق، أسلوب من قوة التعبير العفوية. يعني كانت بعيدة كل البعد عن التصنع، وما كان حامل بس بقلبه قضايا، بقلبه بعقله قضايا الوطن وقضايا السياسة، بل كان فعلا مفهوم الإحساس، بحب الفن وبيقدس الشعر. في مقال آخر اخترت لكم إياه اسمه نريد مكانا للدرس. قال بهذا المقال: نحن هنا نرغب رغبة قوية في نشوء حلقة للمثقفين اللبنانيين. نريد مكانا أكثر حيوية وأوفر جمهورا وأقل أبهة مما تكون عليه الأكاديميات. نريد مكانا للقاء والدرس أمام الكتب والخرائط، مكان تبادل حر للأفكار والمعارف. المثقفون اللبنانيون محتاجون إلى مؤازرة الدولة المعدية. إنما هو شيء رائع في الحقيقة أن يتاح 100 لبناني أن يتلاقوا في هذا الجو بعيداً عن الأهواء السياسية وألعاب الكمار وغيرهم، وأن يستقبلوا من يمر بهم من مثقفين وعلماء وفنانين كبار. مشان شيحة رجل كبير من لبنان فعلاً، هو أرفع مفكر سياسي عرفه وطننا في التاريخ الحديث، وكان مشان شيحة رجل علم وثقافة ووعي تاريخي، وهو أكثر إنسان فهم التركيبة اللبنانية. ومشان هيك بعد لحد اليوم أفكاره كلها سوا بعد صحيحة. من أقوال مشان شيحة أيضاً: تقتضي مهمتنا الأولى أن نصون في بلادنا بين الحرية والروحانية والتسامح والاستقلال من وجه نير وعزم. والله مفاجئ أن مشان شيحة عم يحكي عن الحرية. الحرية كانت أساس لحياة مشان شيحة، كان عارف أن لبنان مش ممكن أن يقوم بدون الحرية. الحرية هي ركيزة أساسية للبنان وقيامة لبنان. بالوقت اللي كان لبنان قبل إعلان دولة لبنان كبير 1920 خاضع للإمبراطورية العثمانية والاضطهاد والاستبداد وغياب شبه كامل للحياة السياسية للبنانيين، عرف إنه الحرية هي الأساس وحط نصب عينيها واحترمها أجل الاحترام لبل قدس الحرية، وعرف إنه لبنان مش ممكن يعيش بدون الحرية. وعن الحرية شفت مقال كمان: لابد أن تثير مشاعرنا الدعوة إلى الحرية، لأن وضعنا البشري على كافة الميزان بوقتها وبكل التاريخ واليوم وبالمستقبل كمان. فعلا قرار نصبها لله. إن للحرية المقام الأول بين كل ما يشغلنا من أمور، حتى إن في آفاقنا